اليوم رشا كانوا مخصصين حلقتنا على عالم الاهتمام بالمظهر والجمال، رح نختمها بعالم الازياء وخصوصا بفصل الصيف. بضل اهتمام الصبايا شو بدي البس، وخصوصا ما عندي شيء موسم كمان الاعراس ما عندي بضل ما عندنا شيء صحيح. والالوان دائما أكيد. هي مهرب كل الصبايا بفصل الصيف. عم شوف هذا الصيف في الوان كتير جريئه على الواجهات، ومثل ما قلتي نيرمين كونه بلشنا بجمال الاسنان وتفاصيل الوجه الجميله، مفروض نكمل ضمن جمال الالوان الصيف الجميل. أكيد رح نحكي كتير من المواضيع ونطرح استفساراتنا على ضيفتنا لليوم مصممة الأزياء هلا حبش. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. هلا يا هلا مثل ما قلت لك. هلا حبيبتي. أهلا فيكي. اليوم عم نحكي عن صيف وألوان وصبايا وعجقة واجهات، بتضيعي يعني على الواجهة. أحيانا بترفضي أحيانا ما بتحبي. خلينا نحكي اليوم عن ألوان الصيف كونه نحن بقمة الصيف اليومين يعني. أي والله هلأ الألوان كتير يعني عاطية هالصيفية، كتير ألوان فاقعة، الأورانج والأصفر والموف يعني مع يعني في كونتراست بين الألوان، يعني لما بتحطي الأورانج والفوشيا، الأخضر والنيلي، الأخضر والأزرق، الأخضر الكيوي مع الأخضر الغامق، فكتير في تناقض بالألوان، بس ألوان كتير جريئة. تمام تمام. خلينا كمان نحكي عن طريقة دمج الألوان، يعني لابسة أنت هلا النموذج اليوم عم نشوف ثلاث ألوان عم تكون متدرجة مع بعض، هاي خلط اليوم الألوان برأيك قديش كان موضة؟ أنا شفته من السنوات اللي قبل وبعده مستمر، ممكن هو أكتر بيرجع بينشط موضوع خلط الألوان أو دمجها بفصل الصيف أكتر من موضوع هلا. بالنسبه للسنه الماضيه واللي قبلها يعني من هالسنين اللي قبلها يعني الماضيه ما كان فيها الدمج الكثير، بس السنه كثير في دمج للالوان وخلط بين لونين او ثلاث الوان، يعني بالقطعه في لونين ثلاث الوان، احيانا بيكون حتى بالفساتين السهره عم يكون في خلط بالالوان. هلا كثير بنشوف عنا اواعي من الثقه انه هاي الاواعي خلصت موضتها وراح عصرها مثل ما بيقولوا، بتفاجئ بعد سنه سنتين رجعت الموضه نفسها. يعني اليوم برايك ليش عم ترجع الموضات القديمه، ان كان بالكوب العريض ان كان بالفساتين الفلوج من تحت؟ هلا دائما القطعه اللي بتعطي انوثه وبتعطي جماليه للمراه دائما بترد بترجع، يعني بيكون عندك احيانا فترات بتروح بتغط فيها هاي القطع، لكن بترد بترجع بتجي مرة تانية لأنه هي كتير بتعطي جمالية وأنوثة لجسم المرأة، فدائما بتروح وبترد بترجع. يعني مثل ما قلتي إنه هدول الموديلات السبعينيات التنورة العريضة والقصيرة شوي دائما بتعطي كتير أنوثة للمرأة، فقد ما غطت بترد بترجع بعد فترة. أحلى من البوري والضيق يعني صح طبعاً. حلوين وعم نلبسون بس هديك إلها تيب خاص جمالية أكتر يعني. مزبوط. هلا خلينا نحكي هاي الموضة من وين بتجينا، يعني انت اليوم كمصممة لما تقولي هاي الموضة بناء على شو، على عروض ازياء عالمية بتكون ولا حسب المصنع يلي بيطرح هاي المواد او يعني القطع بالسوق بنقول انه هاي الموضة او هذا اللون الدارج؟ هلا الصراحة هي يعني دور الازياء العالمية هي اللي تقريبا بتكون من عندها، يعني بتطلع الخطوط الاساسية للموضة، يعني عندك ديور، عندك يعني ماركات كتير، هدول بيطلعوا يعني بتشوفيهم اذا بتفتحي عليهم بتلاقي الترند تبعهم، مثلا بتلاقي الالوان هالفاقعه هون وهون وهون، بتلاقيهم كتير قريبين من بعضهم انه هن يطلعوا الخطوط الاساسيه للموضه، ومنها بتشتق بقيه التفاصيل تبع القصات تبعات الالوان. فستان العروس يعني الله لا يحرم حدا من هالفرحة أكيد، يعني قد ايه بياخد معك هلا شغل فستان العروس؟ هلا فستان العروس على حسب حجمه، يعني في الفساتين الكبيرة اللي بتجي شواحطها كبيرة مثلا مثل أول فستان طلع، هذا بياخد تقريبا شي شهر شغل. في فساتين اللي أصغر منه اللي طلع بعد منه بياخد وقت أقل، يعني لأنه ما بيكون فيه كمية كبيرة بالشاحط شغل، يعني فحسب يعني حجم البدلة بياخد الفستان شغل. تمام. كأنك هلا بتعتمدي أو بتحبي الموديل اللي بيطلع أنوثة الصبية، يعني الموديل الباربي نحن بنسميه أو النفشة اللي بتكون من تحت؟ هلا أنا كتير لما بلاقي صبية جاي لعندي وخصرة ضيق بحب أعمل لها هذا الموديل، لأنه كتير بيظهر لها أنوثتها وضيقة خصرة، فبيعطيها جمالية كتير وبيعطيها طول.
حسب يعني طول التنورة تبع الفستان بتساعد بأنه تعطيها طول. بتحسي فستان العروس ما حلو إذا ما كان الجيبوني تبعه كتير كبير، يعني تعطي بهجة العروس يعني. مزبوطة، حسب رغبات الصبايا يعني، في صبايا بيرغبوا الفساتين السامبل وفي صبايا بترغب الفستان الكبير، فحسب الحفلة وحجم الحفلة كمان يعني. كمان لما بتكون الحفلة كبيرة يفضل أنه يكون الفستان كبير لحتى يظهر، أما لما بتكون الحفلة أصغر أو العدد أقل فمنصغر شوي الفستان لحتى. هلا في صبايا بتقلك ما دخل هاي القصة، أنا هاد اليوم لإلي بدي ألبس فستاني مثل ما بدي أنا، كنا واحد وكنا مية، هاي هي زوري يعني. مزبوط. هلا أكيد التكلفة بتختلف حسب القماشة وحسب الحجر اللي عم تستخدميه، ولكن هو أخف من السوق أو لا؟ عفوا ما فهمت عليك، أخف من السوق يعني على حسب انه يعني تكلفة الفستان بتجي بتطريزة القماش، بالحجر اللي بينحط، بموديله، بقديش بده يتركب له جيبوني كبيرة صغيرة، يعني تختلف الأسعار أكيد باختلاف حجم الفستان وشكله. هلا خلينا هيك نرجع ننتقل لموضة الصيف ونحكي اليوم برأيك، ناخذ نصائح القطع اليوم لازم تكون بخزانة كل صبية بالصيف، ومن خلالها بنعرف نحن ما في كتير هاي الماديات انه تقدر تبدل كتير. خلينا نعطي هيك حلول ذكية واقتراحات اليوم للصبايا. قطع ثابتة قصدك بنستخدمها على كل نطبقهم يعني مع كذا قصة. هلا انا بعرف بالصيف دائما بينصحوا بالقميص الابيض او القطعة البيضة كونه ما بتغب شوب غير الابيض، شو ممكن؟ هلا ايه مزبوط، هلا فعلا انه القميص الابيض كتير اساسي بالخزانة لانه كثير يعني له يعني تعددات، لما انت بتبدلي تحته مثلا تنوره احمر مثلا ممكن يكون شوي سواري، مثلا تبدلي جينز تلبسي يعني، مزبوط هذا الكلام. وفي كمان القطعه الفاتحه اللي هي الاصفر الفاتح مثل الملابس الصبيه هون، السماوي الفاتح، هي الالوان كثير لها تطبيقاتها يعني بيتطبق معها كثير الوان بين الجينز وبين خلينا نعطي مثال مثلا عن لابس ترشا هلا لك ترشا لابسه اصفر فاتح والجينز السماوي الفاتح، هذول اللونين مع بعضهم كثير حلوين وخاصه الوان الصيف، وبيعطي يعني بيعطي بروده مثل ما بيقولوا، ما بتاخذي الوان غامقه يعني. اعطيها خيار ثاني اذا بترجع تلبس البلوزه. بترجع تلبس البلوزه ايه، ممكن تلبس تحت منها مثلا تنوره بيضة، بنطلون ابيض، ممكن تلبس تحته بنطلون أخضر كيوي كمان. بس الفاتح بدك شيء تكسريب غامق يعني. هلا مزبوط كلامك، بس بالصيف بهال يعني انت كل ما بتلبسي الوان فاتحه اكثر كل ما بيعطي ضوء اكثر للطله، انا هذا يعني برايي يعني. ليه دائما بيقولوا الاسود بيعطي شوبه وبعده عن الاسود بالصيف؟ لانه هو اصلا بيغب حراره يعني، هو بما انه الوان الغامقه هي بتغب حراره، والاسود يعني تقريبا بيروح اكثر بالصيف على السهره يعني، ما بيروح بقلب النهار او بعد الظهر يعني، الاسود دائما بيروح للسهره. احيانا بتحسي في لون انت بتحبيه ما فيك تبعدي عنه يعني، انا بحب الاسود بشكل كثير فظيع يعني، تلاقيني بالسهره مثلا بروح يعني لحالي بميل لهذا اللون، حتى بنزل على السوق بدي اشتري شيء كون جبت قطعه انت اياها قريبه لها كثير، بس انه اسود جوز فيه اختلاف كتير بسيط. اليوم قد ايه احنا متعلقين بهدول القصص او بتعكس نفسيتنا؟ بيقولوا لك الاسود ممكن بغم، بس ولكن انا برتاح وقت بلبسه يعني. هلا مزبوط كلامك، بس هي القطعه السوداء بالذات بتعطي شكل للجسم وبتخفي عيوبه يعني، اي شيء انت لما بتوقفي على المرايه وبتلبسي الفستان الاسود بتحسي حالك مرتاحه لانه انت خفت عندك العيوب. صحيح، فلذلك انت دائما بتميلي لانك تلبسي فستان الاسود. ولا هو اكيد لما بدك تلبسي مثلا لون فاتح وهو الاصفر الفاتح مثلا كمان بيعطي ضوء كثير قويه يعني، بتكوني فايته بيعطيكي طله يعني. الاسود بترتاحي له لانه بدك توقفي على المرايه وتلاقي حالك انت ما تقولي راحت العيوب كلها. لا انا بحبه عن جد يعني، بحب القطعه السوداء. اي وهي القطعه السوداء لها يعني لها، هلا هي لازم تكون موجوده بالخزانه على طول. يعني الاسود يليق بك شو ما دفن. تمام. يعني بالوقت كثير قليل، نصائح اخيره ممكن تقدميها خلال دقيقه او دقيقتين؟ هلا نصائح اخيره للصبايا انه دائما يلبسوا الشغله الخفيفه المريحه واللي تلبق لاجسامهم، لانه اجسام الصبايا دائما بيكون فيها عيوب ان كان بالطول ان كان بعرض الورك بضيقه الخصر،
فانت البسي اللي بيلبق لك ما كثير تلحقي الموضه، لانه صحيح. الموضه لما بتلحقيها احيانا بتكون مو مناسبه للجسم. يعني بدك حدا يقتنع بهذا الحديث، دائما نحن بننبه على القصة، ولكن ايه. شكرا هلا لوجودك، وشكرا لذوقك بالاشياء اللي شفناها بتصميمك. بنتمنى لك كل التوفيق بمجال عملك ونورتي صباحنا. شكرا يا هلا. شكرا كثير لك وكل التوفيق. هلا شكرا.